الحديث الرابع عشر عن أبي مسعود، نعم عن أبي مسعود أو بن أن عندي عن أبي مسعود حط رمز واحد لكن ما أشرني، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. أظهر أبي مسعود، وش عندكم بالنسخ؟ ابن لا هي. هذا مشهور عن أبي مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب، وإن شئت قل الثيبي لكن الثيب بالرح أحسن، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم، يريد بذلك القتل، يعني لا يحل قتله. وفسرناها بذلك لأن هذا المعروف في اللغة العربية، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم وأعراضكم عليكم حرام. وقول امرئ مسلم لا يعني بذلك أن المرأة يحل دمه، لكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم معنيون بأنفسهم وبالنساء. وقوله مسلم أي داخل في الإسلام، إلا بإحدى ثلاث. نعم، ما هي عندي؟ إلا بإحدى ثلاث، يعني بواحد من الثلاث. أولا الثيب الزاني، الثيب الزاني يحل دمه، والثيب هو الذي وطئ وجامع في نكاح صحيح، فإذا زنى بعد أن أنعم الله عليه بهذه النعمة صار مستحقا للقتل، ولكن قتله على صفة سنذكرها إن شاء الله عز وجل. ومفهوم قول السيد أن البكر لا يحل دمه إذا زنى، وهو الذي لم يجامع بنكاح صحيح. قال والنفس بالنفس، يعني بذلك القصاص، أي أنه إذا قتل إنسان شخصا عمدا قتل به بالشروط المعروفة. الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه يعني بذلك المرتد بأي نوع من أنواع الردة. وقول المفارق للجماعة هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها. في هذا الحديث فوائد، منها احترام دماء المسلمين لقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكذا، وهذا أمر مجمع عليه. دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهو من أعظم الذنوب. ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء، ومن الفوائد أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فإن كان كذلك فدمه معصوم.
ثلاثة: معاهد، مستأمن، ذمي. المعاهد من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش في الحديبية. والمستأمن الذي من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم، حتى وإن كان من قوم أعداء لنا محاربين لنا، لأنه أعطي أمان خاصة. الثالث: الذمي، وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذب عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في بلادنا. طيب، إذن لا يحل دم المسلم يخرج بذلك غير المسلم، فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرد كلامه أحيانا بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها، وهو أسرع حفظا وأبطأ نسيانا. ومن فوائد هذا الحديث أن الثيب الزاني يقتل. وعرفت من هو الثيب فأقول: من هو الثيب؟ هو الذي جامع في نكاح صحيح. ولكن كيف يقتل؟ يقتل بالرجل، بالحجارة، بمعنى أنه يوقف ويرميه الناس بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الرجم، والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت، بل تكون وسطا يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا أم امرأة. فإن قال قائل: كيف تقتلونه على هذا الوجه؟ لماذا لا تقتلونه بالسيف؟ أريح له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالجواب أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل، المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال عز وجل: ومن أحسن من الله حكما. فرجم الزاني من القتلة الحسنة أحسن مما لو قتلناه بالسيف لموافقة الشريعة. فإن قال قائل: ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ فالجواب أن الشهوة، شهوة الجماع، لا تختص بعضو معين، بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ البدن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوبة التي هي الحد. فالمناسبة إذن ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، لكن لا بد من ثبوت الزنا. لكن بماذا يثبت الزنا؟ الزنا يثبت بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها، ولا بد. والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا، لأن الإنسان لو كان بين أفخاذهم يمكن يشهد، ولكنه ليس بين أفخاذهم.
لابد أن يشهدوا بأنهم رأوا ذكر الرجل الزاني في فرج المرأة المزني بها، وهذه صعبة جدا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط وهو في وقته. طيب، الطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقر الإنسان بالزنا، الزاني يقر بأنه زنى. وهل يشترط تكرار الإقرار 4 مرات أو يكفي الإقرار مرة واحدة أو يفصل بين ما اشتهر وما لم يشتهر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن قال لا بد من التكرار استدل بقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنه زنى، فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى 4 مرات. فقال له: أبك جنون؟ قال: لا. فأرسل إلى قومه: هل عهدتم بماعز جنونا؟ قالوا: لا. فأمر رجلا أن يستنكهه، يعني يشم رائحته، هل قد شرب الخمر وهو سكران؟ فلم يجد فيه شيء. ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لا بد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل منه الإقرار بأول مرة لكونه إيش شاكا فيه حتى استثبت. فالاستدلال بقصة ماعز فيه نظر. أما الذين قالوا إنه يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شابا، وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفدي ولدك ب100 شاة وجارية، ففعل. فسأل أهل العلم فقالوا: لا، ليس عليك هذا، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجم. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: الغنم والوليدة رد عليك، الغنم والوليدة يعني جارية رد عليك، يعني مردودة عليك لأنها أخذت بغير حق، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام لأنه شاب لم يتزوج، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا إليها فاعترفت فرجمها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اعترفت 4 مرات، قال: إن اعترفت فرجمها. وهذا يدل على عدم إيش اشتراط تكرار الإقرار. ولأن جميع الحقوق التي يقر بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار، فهكذا الزنا. وقال بعض أهل العلم: إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلا بد من التكرار، تكرار الإقرار. وعلّلوا ذلك بأن هذه القصة اشتهرت
بين الناس، وأن هذا الأجير زنى بامرأة مستأجره فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار. والأقرب أنه لا يشترط تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يقر الفاعل. كيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول لا لا حكم لهذا الإقرار؟ لو أقر ثلاث مرات ما نعتبره إقرارا. فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة. وهل اللواط مثل الزنا؟ فالجواب نعم مثل الزنا بل أخبث. فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيبا، وإنما يشترط أن يكون بالغين عاقلين. فإذا كان بالغين عاقلين أقيم عليهم الحد. فما الحد؟ قال فقهاء الحنابلة الحد كحد الزنا، الحد كحد الزنا. الثيب يرجم، ومن ليس بثيب يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل عليل، وهو أن اللواط وطء في فرج محرم، فكان الواجب فيه ما يجب بالزنا. لكن يقال هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. وقال بعضهم بعض العلماء بل يعزر تعزيرا فقط الفاعل ومفعول به، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتلهما بكل حال. ومن غرائب العلم أني رأيت منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليهما اكتفاء بالراجع الفطري، قال لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا، أن يتلوط رجل برجل، فاكتفي بالراجع الفطري عن الراجع بالعقوبة. وقال هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمرا فإنه يعاقب. ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة وقياس باطل، لأننا لا نسلم أن من أكل عذرة لا نعاقبه، بل نعاقبه، لأن هذا معصية، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وإنما ذكرته لأبين أنه قول باطل لا تجوز حكايته إلا لمن أراد أن يبطله، كالحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف. القول الصواب في هذا أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجخومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله. وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به؟ قتل للمعنويات وللرجولة. قال شيخ الإسلام رحمه الله أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، إجماع الصحابة. وقد ورد فيه حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به،
قال الشيخ الإسلام: لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به والمفعول بهم، فقيل يحرقان في النار، وروي هذا عن أبي بكر، عن أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لشناعة عملهما فيعاقبان بأشنع عقوبة وهو التحريق بالنار، ولأن تحريقهما بالنار أشد ردعا لغيرهما. قال: وقال بعضهم يرجمان كما يرجم الثيب الزاني، وقال آخرون يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة، بناء على أن قوم لوط فعل الله بهم هكذا. أهم شيء عندنا أنه لا بد من قتل الفاعل والمفعول به. على كل حال، إذا كان بالغين عاقلين، لأن هذا كما أشرت أولا هذا مرض فتاك لا يمكن التحرز منه. يعني أنت مثلا لو رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك ممكن أن تقول ما هذه المرأة، لكن رجل مع رجل لا يمكن. كل الناس يمشي بعضهم مع بعض الرجال. طيب، إذن الثيب الزاني دمه حلال، ولكن هل إذا كان دمه حلالا هل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟ فالجواب لا، لا ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا بإذن الإمام أو من ينيبه الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن احترفت فارجمها. ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائب الإمام. الثاني ممن يباح دمه النفس بالنفس. النفس بالنفس يعني إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به، وعلى هذا على قولنا في الدين وهو أهم شيء لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. وهل يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول أو لا يشترط؟ فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن يكون يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول. من هم أصوله؟ الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك. وقالوا: لا يقتل والد بولده. واستدلوا بحديث: لا يقتل الوالد بولده، وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد، أليس كذلك يحيى؟ نعم، لولا الوالد ما صار ولد، فلا يليق أن يكون الولد سببا لإعدامه.
فصار الدليل عندنا الدليل عندهم أثري ونظري. الأثري الحديث لا يقتل والد بولده، وأما النظري فقالوا إن الوالد هو السبب في وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. وقال بعض أهل العلم هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه فأنه قتله عمدا. واستدلوا بعموم الحديث النفس بالنفس، وعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. بقي الآن وجد الدليل، بقي أن يجيبوا عن أدلة الآخرين. أجابوا عنها فقالوا الحديث ضعيف، ولا يمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس. هذه واحدة. وأما التعليل فالتعليل عليل أي مريض. وجه ذلك أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه. ما هو السبب في إعدامه؟ فعله، فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى على نفسه. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد القطيعة، قطيعة الرحم. فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصص عليك؟ فالصواب أن الوالد يقتل بولده، سواء الذكر كالأب أو الأنثى كالأم. وللقصاص شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل، علشان يتسع عندنا دين لكم، 5 دقائق في الأول و5 دقائق الآن. نعم فيصل. شيخ محمد بن الله، بالنسبة لفعل الصحابة رضي الله عنهم أو اختيارهم أنه يرفع إلى شاهد، نعم، ألا يكفي الآن أن يرفع من فعل قوم لوط بطائرة ويلقى؟ الله أنه يحصل به المقصود، يحصل به المقصود. ولكن هل الطائرة مثلا تحدد مكان وقوعه؟ طيب لا لا بس يكفي. نعم لا، الراجح أن ينظر الحاكم ما هو أكثر نكاية وأبلغ في الرد فيفعل. نعم يا سليم. من أورد شيخ الدلائل أن لم يجب القتل فلوط يا شيخ؟ نعم. ما دليله على ذلك؟ والله سبحانه وتعالى عاقب اللوطيين بعقوبة ما عاقب أحد. أي نعم، دليله أنه يقول حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل المفعول به، حديث بعض العلماء لا يصحح. وقال هذه لا شك أنها فاحشة وجريمة، لكننا لا نقول أنه يقتل بكل حال. على كل حال سمعت الآن أن الراجح أنه يقتل الفاعل المفعول به. نعم ارفع يدك. نعم ما ليس هذا محله، هذا محله حديث مضى. نعم هل يصح ان نقول ان الايمان في القلب والاعمال تصدق ذلك ولا معلش يصدق ذلك؟
ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بمراد الله قال إن الأعمال من الإيمان ما يحتاج، كلام الرسول فوق كل كلام. نعم نعم. نعم. فيسأل يقول إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه فلا يقام عليه الحد، واستدلوا بقصة ماعز، لأن ماعز رضي الله عنه لما أذلقته الحجارة وآلمته هرب حتى لحقوا الصحابة وأدركوه فقتلوه، فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال هل أتركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وقال بعض أهل العلم لا يقبل رجوعه، لأننا لو قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد بإقرار، لكن كل واحد يرجع. وهذا القول أقرب للصواب، لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على صدق إقراره. وقصة ماعز ليست رجوعا عن إقراره، لكن هربا من إقامة الحج عليه، وإلا فالرجل صادق وباق على صدقه ولم يلعب بالحكام. والإنسان الذي يقر ويجري الحكم عليه ويتعب القاضي والمسؤولين ثم بعد هذا يرجع، هذا كل مستهزئ. نعم وليد. لو قال قال يا شيخ الشرط بأن يرى دخول ذكر الزاني في فرج المرأة، نعم هذا يعني مدار في الشهادة، هذا ايش المدار يعني هذا مشترك يعني. نعم. لو قال هذا ويقول الشيخ الإسلام أنه محيف أنه لا يمكن، ايش ما قال محال، قال لم يثبت. إيه فرق بين هذا وهذا؟ هذا يا شيخ كم قال القائل فصح كلام الله له، لأن ليش اشترط الله الشهادة ونقول أنه أحسنت. هذا كلام وارد، لكننا لسنا نقول هذا مستحيل، نقول ممكن لكن صعب. ولهذا الآن لو أنه أتي بصورة، صورة إما شمسية وإلا فيديو تبين أن هذا الرجل أدخل ذكره في فرج هذه المرأة، هل يؤخذ بذلك؟ فيديو أي كنا نقول بأنه يؤخذ بهذا، لكن ذكر لنا أنه لا يمكن الأخذ بهذا لأن في طريقة يسمونها دبلجة. نعم، بمعنى أنهم يصلحون أي صورة على ما يريدون، وعلى هذا فلا يؤخذ بذلك. والآن مشكلة الناس الآن أنه قد قيل إن الكلام نفسه يمكن يدبلج، الكلام يمكن يدبلج إذا كان المتكلم قد أتى بالحروف كلها الحروف الهجائية، أمكنهم أن يركبوا كل حرف إلى جنب الحرف الآخر على ما يريدونهم، وهذه بلوى في الواقع، إذ يستطيع كل إنسان أن يكذب على أي شخص ويقول اسمع كلامه وهو ما قال هذا، لكن صفوا الحروف بعض إلى بعض وأخرجوا جملا. أليس كذلك شاهد في الصالح؟ نعم. قديم؟ سبحان الله، أجل ما بلغنا العلم إلا أخيرا. إيش؟ نعم. أي قرائن؟ يعني لو فرض أن الشهود قالوا والله إحنا ما نستطيع أن نشهد بأن ذكره في فرجه فصعب، لكن نشهد أن الرجل راكب وأنه يهز عليها. نعم هكذا.
ما تقبل ما تقبل. وإشكالك في الواقع إشكال، وهو أن يقال إذا كان هذا الأمر صعبا كيف الله يجعله من طريق الإثبات؟ نقول الله جعله من طرق الإثبات حماية للأعراض حتى لا يأتي أي واحد يشهد ونقل شهاد. انتهى الوضع. الظاهر أن نقتله لأن جنايته هو رمي من واحد. طيب، هل يقتل الحر بالعبد فيصل؟ على قول الراجح في عموم قوله النفس بالنفس. نعم هو هذا يا حبيبي النفس بالنفس، لا عموم قول في الحديث. طيب إذن يقتل الحر بالعبد على قول الراجح، وقيل لا يقتل ولكنه ضعيف. الثالث من اللي يقول التارك لدين المفارق للجماعة، تارك الدين يعني المرتد. نعم. رأيت أن لا أذكره. التارك الدين المفارق للجماعة هو المرتد، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين كما شرحنا. فالمرتد يقتل، ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ في ذلك خلاف بين العلماء. منهم من قال لا يستتاب، بل بمجرد أن يثبت كفره يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولم يذكر الاستتابة. ومنهم من قال يستتاب 3 أيام إن كان ممن تقبل توبته، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبته وبعضهم لا تقبل، فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستثيبه 3 أيام، يعني نحبسه ونقول لك مهلة 3 أيام، إن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن لم يسلم قتلناه. والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، إن رأى من المصلحة استتابته استتابة، وإلا فلا، لعموم من بدل دينه فاقتلوه، ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة. فيقال إن رأى الحاكم القاضي أن يستتاب فاستجيب، وإلا فلا. وهذا يختلف، قد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر ولا ينبغي أن نستتيبه، وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله. نعم ورأينا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقام. وقولا يستتاب من تقبل توبته، إشارة إلى أن المرتدين قسمان، قسم تقبل توبته وقسم لا تقبل. قال أهل العلم من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته، من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته، بأن سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه أو فعل أشياء منكرة عظيمة في الردة، فإن توبته لا تقبل. ومن ذلك المنافق لا تقبل توبته، لأن المنافق من أصل يقول إنه إيش؟ إنه مسلم، فلا تقبل توبته. وقيل إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته، ولو سب الله أو رسوله أو كتابه، ولو نافق. وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأني ونظر، هل هذا الرجل يبقى مستقيما أو لا؟ فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبة، لعموم قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما قبلها، وهذا عام، وهذا القول هو الراجح وله أدلة. أما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى وإن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة ولا عفو إلا بالتوبة. ثانيا في المنافقين قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالصواب أن كل كافر أصلي أو مرتد إذا تاب من أي كفر من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة، ولكن كما قلت لكم مثل هؤلاء نحتاج إلى مراقبة، مراقبة أحوالهم هل هم صادقون أو هم يستهزئون بنا يقولون إنهم رجعوا للإسلام وهم لم يرجعوا. طيب وإذا تاب هل يرتفع عنه القتل؟ فالجواب نعم، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته ارتفع الكفر عنه فارتفع قتله إلا واحد وهي من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن توبته تقبل لكن يجب أن يقتل، يجب أن يقتل، ويقتل مسلما أو يقتل كافرا، يقتل مسلما بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين، لكننا لا نبقيه حيا، لا نبقيه حيا. ومن سب الله من باب أولى؟ لا، ليس من باب أولى، لا يقتل. من سب الله عز وجل إذا تاب لا يقتل. فإن قال قائل على ضوء هذا الكلام أيكون سب الله دون سب الرسول؟ فالجواب لا والله لا يكون، سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يقل من سبني أو استهزأ بي ثم تاب فأنا أقبل توبته أو فأنا أسقط عن حق أسقط حق، ما قال هذا. وعلى هذا فنحن نقتله، لأن سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق آدمي لم نعلم أنه إيش أنه عفى عنه. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أناس سبوه في عهده وارتفع عنه القتل، فالجواب هذا لا يمنع ما قلنا به، لأن الحق حقه، وإذا عفى علمنا أنه أسقط حقه فسقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟ لا، لا نعلم. ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة، لأن نعلم أن هذا قياس فاسد، ولأن نخشى أن يكثر سب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هيبة الرسول في حياته أعظم من هيبته بعد مماته. هذا ما يمكن أن نشرحه بالنسبة لهذا الحديث، وإلا فهذا الحديث يحتاج إلى شرح طويل، لكن لعلنا نقتصر على هذا وفيك كذا إن شاء الله. ثم قال الحديث الخامس عشر
نعم أخذني فوائد أخذني فوائد إلى الأخير شرحنا ولكن شرحنا فوائد أن المرتد يقتل مالا يجب توبة مقبولة